على الرغم من الضجة التي أثارتها عمليات الفساد الكبرى في نافذة بيع العملة الأجنبية، إلا أن ذلك لم يمنع من العودة إلى عقد جلساته اليومية بقرار من البنك المركزي الذي تحول وفق مختصين في السياسة النقدية إلى شركة صرافة بسبب هذه النافذة. وأكد خبراء اقتصاديون عراقيون أن ما يقرب من 15% من أموال نافذة بيع العملة تذهب باتجاه عمليات غسيل الأموال وتهريب العملة، فضلاً عن وجود تلاعب بقيمة سعر الدينار أمام الدولار. شخصياً أقدر منذ عام 2010 إلى اليوم، أقدر أنه على الأقل 15% من مبيعات نافذة العملة هي تذهب باتجاه غسيل الأموال أو تحويل الأموال للخارج. منظمة الفاتف يعني تبحث في غسيل الأموال، لكن إحنا المشكلة الأموال تخرج بشكل رسمي وأصولي، يفترض أن تدخل ما يقابلها سلع وبضائع. المشكلة في كمية السلع التي تدخل، يعني لا يجري هناك تدقيق ومطابقة لفواتير الشراء مع السلع الحقيقية التي تدخل عن طريق يفترض نافذة العملة والهيئة العامة للضرائب والبنك المركزي. هذا المثلث هو من يدقق حتى نعرف أنه كم حولت من أموال وكم تم استيراد مقابلها. هذا الأمر موجود. أزمات وقعت وأخرى على وشك الوقوع بسبب السياسة المالية التي تنتهجها الحكومة الحالية لمواجهة الأزمات الاقتصادية التي يعيشها العراق نتيجة استشراء الفساد وسوء الإدارة وغياب الاستقرار الذي خلفه الواقع الأمني والسياسي المتردي. عودة المزاد ستؤدي بشكل أساسي إلى وجود فرق بين سعر الصرف البنك المركزي والسعر الحقيقي، وهذا الفرق حقيقة سيدفع بأصحاب أو المضاربين أو الداخلين في المزاد إلى محاولة دفع ورفع أسعار سعر الصرف في السوق المحلية للوصول إلى أرقام أعلى، لكون أن الأرباح المتأتية لهذه الجهات تعتمد على الفرق بين سعر الصرف المحلي وسعر صرف الدولار البنك المركزي. فبالتالي سيعمل هؤلاء المستفيدين من موضوع المزاد إلى خلق أزمات ورفع أسعار الدولار بشكل يصله إلى 1550 دينار، قد يصل إلى هذا السعر. الآن ازداد الكلام بسبب الفجوة بين السعر الرسمي اللي هو 1470 وما بين سعر السوق اللي هو قد يعني وصل أحيانا إلى 1500. وكانت تحذيرات سابقة قد أكدت أن تهريب الأموال إلى خارج العراق جار على قدم وساق بسبب فساد مزاد العملة الذي أصبح مجرد واجهة لتمويل عمليات تهريب الدولار، خصوصا إلى إيران التي تستفيد من هيمنتها على القرار السياسي والاقتصادي في العراق للتخفيف من وطأة العقوبات الأمريكية عليها وفقا لمراكز بحثية.